ويقول الإمام علي عليه السلام وهو إمام الحرية، يقول سلام الله عليه: لا يسترقنك الطمع، يعني لا يجعلك الطمع عبدا لمن تطمع في ماله وفي جاهه وفي شهواته، اصبر على نفسك وحرر نفسك من هذه الحاجات التي تستعبدك، لا يسترقنك الطمع، وقد جعلك الله حرا. وهكذا نقرأ في عمق الالتزام الديني أنك عندما تكون متدينا أكثر تكون حرا أكثر، لأن الإنسان الذي يفقد الالتزام الديني لا يعيش الحرية بل يعيش العبودية، لأن شهواته تستعبده. يعني بعض الناس اللي تقول له مثلا: لماذا لا تلتزم بما فرضه الله من الفرائض؟ يقول لك: أنا حر. لماذا لا تشرب الخمر؟ لماذا تأكل أموال الناس بالباطل؟ لماذا تسرق أموال الأمة أو أموال الأشخاص؟ قل لك: أنا حر. هذا ليس حرا، هذا عبد لشهواته، لأن شهوة نفسه ولأن هوى نفسه يضغط عليه، وهو لا يصبر على أن يمنع نفسه من هذه الشهوات الجامحة فيسقط تحت تأثيرها. هذا عبد. هو بناء بعض الناس حر أمام الله، لا، أنت عبد لله. التزام الدين يقول لك: لا إله إلا الله، يعني كل الآلهة في الدنيا تسقط ويبقى الله. أنت عبد لله وحده، لأنه هو الذي خلقك، هو يملكك من حيث أنه هو أعطاك وجودك، وليس هناك أحد يملكك، فالله وحده. أنت عبد له وأنت حر أمام العالم الصغير أو الكبير. وهذا ما قاله علي عليه السلام وهو يحاول أن يستنفر أساس الحرية في الإنسان. يقول: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، بل ولد الأحرار، وأن الناس كلهم أحرار. وكانت مشكلة علي عليه السلام في كل حركته ونشاطه أنه كان يريد أن ينقذ الناس من الذين يستعبدونهم، ويريد أن ينقذ الناس من شهواتهم التي تستعبدهم. وقد قال سلام الله عليه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. إن حريتك هي تمثل أساس وجودك، فالله خلقك حرا فلا تسقط حريتك تحت تأثير شهوة هنا أو طمع هناك أو ضعف استضعاف هناك.